قطار سيئة لنحو 10 ملايين مسافر في فرنسا يستقلون القطار كل يوم، فإضراب مراقبي السكك الحديدية بدأ، ما تسبب باضطرابات كبيرة في حركة القطارات. ولأن القطار لا يمكنه التحرك من دون وجود مراقبين على متنه، ستكون شركة السكك الحديدية قادرة على تشغيل نصف أسطولها فقط من قطارات تي جي في فائقة السرعة والبالغ عددها 415 قطاراً. هذا الإضراب المفاجئ يأتي مع بداية عطلة الشتاء، ما تسبب باضطرابات كبيرة في حركة تنقل الفرنسيين داخلياً، بالإضافة إلى حركة القطارات الدولية. مسألة أجر المراقب تقع في قلب هذا الإضراب، ويطالب المراقبون بزيادة قدرها 500 يورو كمكافأة، ما دفع شركة السكك الحديدية للتنديد بالإضراب غير المفهوم بحسب وصف الرئيس التنفيذي لها. لكن الشركة وفي محاولة للتخفيف من الأزمة التي طالت ملايين المسافرين، صبت الزيت على النار من خلال توجيه القطارات المتاحة إلى مناطق التزلج في جبال الألب. البعض اعتبر ذلك محاباة للأغنياء وعدم اكتراث بالمسافرين العاديين. فادي الدهوك، العربية، باريس.